السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أمين أمين يا رب العالمين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هذه حلقة جديدة من حلقات البرنامج الديني الصيام جنة، وحلقة اليوم تتعلق بالتوبة. وفي كل حلقة كالعادة يصحبكم الشيخ رضا الخلادي. الشيخ رضا، مرحبا بك. مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ربي يوفقنا في هذه الحلقة حتى نحقق نفع للعامة. آمين. وكذلك الشيخ شادي العزعوزي، مرحبا بك. السلام عليكم، مرحبا رضا، مرحبا بالأخوة المستمعين، جعل الله صيامكم وقيامكم في ميزان حسناتكم. آمين يا رب العالمين. ومعكم بطبيعة الحال الشيخ خليفة ميراب. حلقة اليوم قلنا تتعلق بالتوبة. الله تعالى خلق العباد ليس ملائكة خلقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس كالشياطين لا يهتدون ولا يفعلون خيرا، بل الإنسان يتنازعه الخير والشر، ويعيش الحسن والقبيح، والصدق والكذب، والحق والباطل. لكن الله تعالى من رحمته بعبده أن العبد إذا أخطأ فرجع إلى الله تعالى بالتوبة غفر له خطأه وجازاه الأجر العظيم. وجاءت آيات كثيرة في القرآن تحث المذنب على التوبة والرجوع إلى الله تعالى، وكذلك في السنة الصحيحة. فإن شاء الله سيقع الشيخ شادلي والشيخ رضا، سنوضح هذا الأمر للمستمعين، فأيكم يبدأ مرحبا به. بارك الله فيكم. أو فأيكما يبدأ مرحبا به. بارك الله فيكم جميعا. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا بديت الشيخ خليفة على خاطر تفهمنا أني أنا مش نبدأ، مش معنى كلمة يعني حبيت نأخذها يعني. وانت تبدأ الشيخ رضا. حبينا إيه، فهمنا بإذن الله. طيب، مقدمة الحديث في التوبة هو أن المولى سبحانه وتعالى قدر أن يخلق إنسان ضعيف قبل بدء الخليقة، أو قبل بدء خلق الإنسان خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة، والملائكة يعني عباد لا تعصي الله سبحانه وتعالى. ثم خلق الجان، يعني لعبادة الله فيهم من يعصي وفيهم من يستجيب لله سبحانه وتعالى. ولكن في خلق الإنسان معنى الاستخلاف ومعنى العبادة الكاملة اللي هي أكثر وضوح وأكثر يعني فهم نفهمه أكثر، يعني الإنسان في 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 عبادته لله وفي استخلافه في الأرض. والله المولى سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان يعني مستخلف، خلق له مؤهلات، سواء على مستوى مؤهلات في ذاته، مستوى العقل والروح والجسم والعواطف اللي يعيش بها يعني بين الناس. المؤهلات هذه لا تكفي، اللي خلقها ربي خلقها في الإنسان لا تكفي أن يكون إنسان مستخلف. فكان من نعم الله سبحانه وتعالى أن خلق له مؤهلات خارجة عن ذاته، أو يعني أعانه بمؤهلات خارج عن ذاته، لأنه سبحانه يعلم ضعفه
ويعلم طبيعته، فأضاف له الوحي، أضاف له الوحي، ثم أضاف له استجابة وتسخير الموجودات لفعله. أن الله سبحانه وتعالى أمر الوجود أن يطيع الإنسان، وهذا يعني حتى يحقق الإنسان الاستخلاف. هذا كلام عام، هذا كلام عام. بعد ندخل بالتدرج بشوي بشوي للتوبة. لما كان الإنسان بهذه الحالة من الضعف، اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه خروجه من ضعفه كلما ضعف، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه سيضعف وأنه سيخطئ وأنه سينحرف، وهذا يعني من عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذا مهما خلق فيه من مؤهلات تحقق استخلافه وتحقق علوه وتحقق رفعته وتحقق تطوره وتحقق إبداعه، لكن ما تكفيش، فأضاف المولى سبحانه وتعالى وحي، رسالات، كتب، أنبياء، ثم كما ذكرت يعني الموجودات تطيعه بأمر من الله سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى يقول حتى لا ييأس الناس من رحمات الله لما يخطئوا، نبدأ بالقرآن وسنأتي إلى الحديث النبوي. لما يقول المولى سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا أكثر من الأخطاء، أكثر من الضلالات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه من أرجى الآيات في القرآن، من أرجى الآيات في القرآن الكريم، والآيات كثيرة في الرجاء في هذا المعنى، موجودة آيات كثيرة في الرجاء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحول إلى السنة، لما يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذه كلية من كليات الوجود، مش الدين فقط، الوجود، كل بني آدم خطاء. أنا ساعات نجي لتلمذاتي قل لهم تراه قولوا لي بعضكم يقول لي بعض الأخطاء اللي يعمل فيها، من غير يعني ما نحرجهم، يعني أي اكتبوها في كراستكم في آخر الكراسة، وممكن يعني اللي يحب يقولها يقولها لي. فيقوم لي بعض التلامذة يقول لي: لا سيدي، ما عندناش أخطاء، نحن ما عندناش أخطاء. كيفاش توا نقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وانتم تقولي ما عندناش أخطاء؟ هاي تراه لوجوا على الأخطاء متاعكم. فكروا، يقول صعيب باش اي به ها، مش نقول انا اخطاء، نقول هاني انا مش نقول اخطاء، كذا كذا، كذب، حسد، مش عارف، عقوق والدين، كلمه خبيثه، ترك صلاه من الاول، مش عارف يعني اذكر انا يقول ايه سيدي عنا الحاجه هذه ساعات. اكبر حاجه ترفع المؤمن هو عدم غفلته عن الأخطاء اللي يسقط فيها. إذا ما غفلش على الأخطاء راه يصلح روحه، أما الأكبر الأخطاء هو غفلته، من أكبر ومن أول الذنوب هو أن يكون غافل. نقول لهم أنا ردوا بالكم تكونوا غافلين على الأخطاء اللي أنتم معناها ما فقتوش بها، اللي أنتم معناها تعيشوها، تروح أنت للدار وتعيط على أمك وين الفطور؟ التو محضر الفطور، شبيني أنا جاي جيعان؟ هذا رد بارك له عقوق، تتعيط على أمك اللي المفروض يعني اللي هي يعني أولى الناس بطاعتك وبرفقك معاها إلى غير ذلك. فهذا رد بالنا منه، أراه من الأخطاء الكبرى اللي ذكرتها اللي هي الغفلة. ثم أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الذنوب على، مش ندخل شوية في فكر، لم يقدر الذنوب على ابن آدم، ولكن هي من إرادته. كيفاش هذه؟ هذه توا صعبة شوي نحللها. الله لم يقدر الذنوب، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان حرية الاختيار، جعله حر بين الكفر والإيمان، بين الطاعة والمعصية، بين كذا وكذا. فهذا مفهوم القضاء والقدر كبير برشا، لكن احنا في مسألة التوبة، في مسألة أن الإنسان تصدر عنه أخطاء. إذا صدرت عن إنسان أخطاء فالله سبحانه وتعالى لم يقدرها عليك، وإنما أنت الذي اخترتها، هي من إرادة الله. وهنا نرد بين، نفرق بين الإرادة والتقدير.
الإرادة هي أن الله أراد أن يكون في الوجود خير وشر حتى تتميز الأشياء ويكون فما توازن بين المتقابلات بين الخير والشر. ولكن إرادة الفعل بيدك الإنسان لأنك ستحاسب عليه. إرادة الخير أم إرادة الشر بيدك أنت يا إنسان، أنت ستحاسب عليه. ولذا أذهب معناها للمفهوم التوبة. لما نتحدث على مفهوم التوبة، نحن في مقدمة الحديث عن التوبة، تكون بمعنى الرجوع إلى الله وترك المعاصي والندم على فعلها والعزم على عدم الرجوع إليها. هذا المفهوم أو هذا التعريف مش نعاوده، هو الرجوع إلى الله وترك المعاصي والندم على فعلها والعزيمة على عدم الرجوع إليها. يعني هو المفهوم مش يعطينا أركان أو يعطينا شروطها. شروطها أركانها تقريبا هي هذه، هي الأربعة اللي موجودة في التعريف: الرجوع إلى الله، ترك المعاصي، اثنين الندم على فعلها، العزيمة أو العزم على عدم الرجوع إليها. أربعة، هذه أربع عناصر. الأربع عناصر هذه هي أركان التوبة. لولاني أن يكون يعني يعود إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعود المؤمن إليه. ولذا فالمصطفى صلى الله عليه وسلم في رواية للحديث عن محبة الله توبة عبده ورجوعه إليه، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد يعني أيقن من هلاكه، وهو كذلك إذ هو بها بناقته أو براحلته قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وهذا حديث متفق عليه. أنا عوضا اسمعنا يا سيدي ضعف السليل يعني عوضا أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. ماذا قال؟ قلب المعنى من شدة الفرح، من شدة فرحي. وهذا يكون من الإنسان يعني أن يخطئ في الألفاظ، ولكن المعنى يعني راسخ في القلب. فالحديث يقول أن الله سبحانه وتعالى يفرح بعبد بتوبة عبده، ويفرح يعني بطبيعة الحال. هذا الفرح يعني كما هو لذات الله سبحانه وتعالى، لا نفصله ولا نصفه، كما يحبه الله أو كما يريده الله أو كما شاء سبحانه وتعالى. إذن لهنا نفهم أن معنى التوبة يعني متأكد وواجبة على المؤمن، على المسلم أن يتوب وجوبا يعني عينيا، ما هيش يعني كما نقولوا باختياره يتوب أو ما يتوبش، لا، هي واجبة وجوبا عينيا في قوله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. وجوبا أن يستغفر الإنسان. يستغفر الإنسان لابد من استغفاره على اعتبار أنه يعني يخطئ، وليس هناك من لا يخطئ. أما عن أنواع التوبة، أنواعها: أن يتوب الإنسان عن المعصية، الثاني أن يتوب الإنسان عن الغفلة، الثالث أن يتوب الإنسان من تقصيره، قد يكون يعني مقصر، فيعني التقصير هذا يعني من عامة الناس لما ينظر إلى اجتهادات الصالحين واجتهادات العلماء، كبار العلماء، لا أقول العباد، اجتهادات العلماء فيما ينتجونه سواء يعني كتابة أو دروسا أو أي كان من إنتاج العالم، فالإنسان العادي ينظر إلى نفسه أنه في حالة تقصير أمام اجتهاد العلماء، يحاول أن يكون هو في حد ذاته كذلك من الذين يثمنون ويثمرون يعني فعلا
استخلافه في الأرض وإرادة الله سبحانه وتعالى بتمكينه من هذه الكلية الكبرى وهي يعني تعمير الأرض وإبداعه وتحقيق النفع لغيره. الكلام ما زال يطول معك خليفة وما زال مع سيدي ويعني مش يكون يعني في تفريع قد يكون في تفريع أكثر. بارك الله فيك. سأتدخل معكم بما أمكن إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ ليلى على هذه التوضيحات طيب جدا. بطبيعة الحال ذكرت الشيخ ليلى وحديث متفق عليه هو الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إلى آخر الحديث. هو في الحقيقة يجب أن ينتبه المسلم أو المستمع إلى أن الله تعالى حين يفرح بتوبة عبده أي بمعنى أنه يفرح بأن عبده نال الطريق أو ذهب في الطريق المستقيم، ولكن الله تعالى ليس في حاجة إلى طاعة عباده له أو في معصيتهم، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، هذا شيء معروف. نعم، ومعروف هو أكل حديث ذاك اللي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. هناك أمر في الآية التي ذكرت واللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى، وهي آية فيها رجاء كبير جدا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية هذه عندها تتمة اللي يقول بعدها سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس إلى آخر الآية. لابد هذا الفيض العظيم من الله تعالى إذا أذنب ولو أسرف في الذنوب لابد إذا لحقه بالتوبة وأناب إلى الله تعالى فالله سبحانه وتعالى سيقبل توبته، وهذه من رحمة الله تعالى. الشيخ الشادلي، التوبة ذكرت كما ذكر الشيخ رضا في تدخله هذا لها أشياء أخرى أيضا وفوائد وشروطها، فلو تتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي واستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. التوبة هي واجبة مفروضة على كل إنسان، والأدلة كما ذكر سيدي ذا وذكر سخريفة من آيات ومن أحاديث. التوبة مش مزية وما يشي تفضل من العبد، فهي عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد من ربه، ثم نحن مأمورون بها. وكلمة التوبة ذكرت في القرآن أكثر من 80 مرة، والدعوة هنا جاءت من الكتاب ومن السنة بفعل الأمر. يقول رب العزة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم المعصوم من الأخطاء واللي ربي سبحانه وتعالى يعني غفر له جميع أخطائه وذنوبه، يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يعني نحن نقفل هنا، إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وربي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب في النهار 70 مرة، وصل إضافة المقدمة متاعه ذكر أن الإنسان يخطئ والتركيبة متاع الإنسان
بين الملائكية وبين الشيطانية، يعني يترجح الإنسان فلا يصر على المعصية وعليه واجب التوبة وهي مفروضة، يعني مش مزيم اللي عندك باش توب ولا لا. احنا الآن في موسم طاعة وموسم عبادة ونفحات ربي سبحانه وتعالى تتنزل علينا، اللي هو موسم رمضان، تفتح فيه أبواب التوبة وتغلق فيه، تفتح فيه أبواب الرحمة، أبواب الرجاء، أبواب التوبة، تصفد فيه الشياطين. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر. هذه فرصة أخويا لك المسلم، لي أنا أولا، لجميعنا أن نتوب إلى الله وأن نسارع إلى التوبة وأن لا نسوف. هذا ويجي، هذا ويجي رمضان، أسلي أو جاي رمضان، هذا ونلبس الحجاب، هو الذنب الفلاني ما زلت ما أقلعتش منه، هو المعصية الفلانية ما زلت مقيم عليها. سنفسر شو معناه يقيم على المعصية الفلانية. يا سيدي هاو جاي شهر رمضان، يا أخي المؤمن لا تحقر من نفسك، اعزم وتوكل على ربي جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ ويطلع على نيتك ويعرف ذلك. المولى سبحانه وتعالى ما أمرناش بالتوبة فقط، بل هي التوبة النصوح، وسأحاول أن أقف في هذه النقطة. ما معنى التوبة النصوح؟ اللي يعزم فيها الإنسان أنه ما يعودش للمعصية الفلانية، يعني إذا كان ربي مطلع على قلوبنا هو عارف أن المعصية الفلانية أنا نحب نتوب منها ونحب نخرج منها. أولها أن تكون التوبة نصوحا لله، أولا بإقلاع العبد عن المعصية بعد توبته منها. يعني من غير المنطقي أن تقول له يا ربي راني أنا تبت من المعصية هذه وانت مازلت مقيم عليها. معناها مقيم عليها يعني مداوم عليها، فهذا الشرط الأول لابد منه أنك توقف المعصية مهما كانت، ثم أن تندم على ذلك الذنب الذي ارتكبته. إيش معنى يندم؟ أكل حرقة يا خليفة، أكل حسرة، أكل ندم، أكل ماذا به يأكل صوابعه على الذنب الذي ارتكبه، ثم يعزم بينه، ثم يعزم بينه وبين ربي على عدم الإصرار على الرجوع إليه. يقول رب العزة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما أصرش يعني ما شدش صحيح بلغتنا الدارجة، أولئك جزاؤهم مغفرة، هاي جاءت الآية من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. شوف أحلاس خليفة، شوف الجزاء من عند ربي سبحان الله. كيفاش أنت بمجرد عقد عزمك على أن لا تعود إلى ذلك الفعل الذي قمت به. نقطة أخرى، أن يمتنع عن كل فعل ينقض التوبة. أي مش معقول أنا توبت من المعصية الفلانية أنا مش نرجع لها من المكان الفلاني. ثم النقطة الأخيرة، كون التوبة لابد أن تكون في وقت محدود. يو خياني احنا في شهر التوبة فعلينا بها، لكن ثم وقت قد تفوت التوبة، وقت الغرغرة، يعني وقت الإنسان هكاهو فات ما عادش ثم. يعني نعطيه مثال ذكره القرآن، ورب العزة في توبة فرعون، علاش ربي ما قبلش توبة فرعون؟ بعملية بسيطة، ربي خاطبه، لا أنا وقد عصيت قبله كنت من المفسدين. وقت اللي قال آمنت أنه لا إله الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، راني تو كاو اشتغلوا ربي، لا أنا وقد عصيت قبله تو، يعني وقت اللي وصلت أيقن فرعون الموت وأيقن فرعون الهلاك والغرق، وقت ذاك آمن.
لكن ربي هل قبل توبته؟ لم يقبل رب العزة توبته أبدا. ولذلك علينا أن نسارع ربي وخيرني. ربي ما أمرناش بالتوبة. سارعوا، السرعة السرعة. ونحن الآن لو في موسم النفحات الرمضانية، هو ربي يفتح لنا باب التوبة، فعلينا أن نسرع وأن نسارع فيها حتى نتمنى من الله جل وعلا أن يقبل توبتنا. إن نحب نختم ببشرة، زعما كالذنب ذاك اللي ارتكبته زعما رب العزة يغفره لك؟ هو لا، لا ربي ما يغفره لك شيء. هو سيبدله سيبدل الله سيئتك حسنة. قال رب العزة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله وكان الله غفورا رحيما. انظر رحمك الله يا أخي، يا أخي المؤمن. كان الله ما قالش منتقي من جبار، كان الله غفورا رحيم. أخذ باش فات الآية المغفرة ورحمة من الله جل وعلا. بارك الله فيك الشيخ الشادلي. والآية التي ذكرتها منذ قليل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هالناس هذول راهم كانوا عاصين، عصوا ربي وعملوا ظلموا أنفسهم و أخذوا الجزاء متاعهم، مش سمحهم ربي أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. دخلوا في العاملين من أجل الله تعالى في الأجر العظيم. إن شاء الله لنا عودة بعد هذا الفاصل لنكمل هذه الحلقة إن شاء الله، الحلقة الخاصة بالتوبة. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إلى الحلقة، حلقة التوبة اليوم. التوبة بطبيعة الحال هي اللي فيها الرجاء للعبد وفيها رحمة من الله تعالى لعباده المخطئين. فلكن يجب كما ذكر الشيخ الشاد وذكر الشيخ رضا أن تكون حقيقية وأن تستجيب لتلك الشروط. فلكن الذنوب تختلف، هناك فيها ما هي من الكبائر، هناك الصغائر، هناك ذنوب خطيرة جدا، هناك ذنوب قد تكون بين العبد وربه ولا تصل، لا تصل إلى خلق الله تعالى، وهناك ذنوب بين العبد وعباد الله تعالى. هناك حديث لنبينا عليه الصلاة والسلام بين هذه الذنوب وخطورتها. من هذه الذنوب حين قال أو تحدث عن دواوين الذنوب، قال الدواوين ثلاثة، يعني دواوين أو أنواع الذنوب أو كتب الذنوب. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ به الله شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله تعالى منه شيئا، الإشراك بالله والعياذ بالله، طبعا إذا مات على ذلك، على شركه قصدك، مات على شركه كما فرعون. أما إذا تاب ورجع إلى الله تعالى وكان مشركا ثم تاب فالله يغفر له، خرج من دائرة الإشراك. وديوان لا يعبأ الله تعالى به شيئا فيما بين العبد وربه، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة تركها أو من يوم صوم تركه، فالله تعالى إذا تاب العبد إلى ربه فالله يغفر ذلك إن شاء ويتجاوز. والديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، وهذا من عدل الله تعالى، هو ما بين العبد أو مظالم العباد. إذا كان إنسان ظلم ناس، ظلمهم وتعدلهم على حقوقهم سواء على أموالهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو غير ذلك من هذه الأشياء، فلا بد أن توضع محكمة الله تعالى ويتم القصاص وترجع الحقوق إلى أهلها. وفي هذا، في هذا يوم الحساب والقصاص أحاديث
كثيرة جدا. فإذا قال فيما بين مظالم العباد فالقصاص لا محالة، لابد أن يتم القصاص. ولهذا كيف الإنسان إذن يفعل إذا كان أو كان عليه ذنوب من هذه الذنوب فيما يتعلق بحقوق العباد وكثرة المظالم متاع العباد؟ سمعنا أنا قمت بالذنب الفلاني مع الشخص الفلاني، سرقت له فلوس وبعده قل له يا ربي اغفر لي، معنى يا ربي بش يغفر لي هنا ولا لا؟ ماذا بيتوضح لنا سخليفة؟ لا ليس هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في حديث من كانت عنده مظلمة لأخيه في ماله أو نفسه أو عرضه فليتحلله منها اليوم قبل أن يأتي يوم ليس فيه دينار ولا درهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ذنب إذن لابد أن يتوب منه. تفضل الشيخ رضا. بارك الله فيك سخليفة على بداية التفصيل، نحن ما زلنا يعني في نتحدث على التفصيل في أقسام التوبة. أقسام التوبة منها ما هو حق لله سبحانه وتعالى ومنه ما هو حق للناس. نبدأ بالأول اللي هو حق لله سبحانه وتعالى، أن يكون بالشروط التي ذكرناها في التعريف. حق لله سبحانه وتعالى أن يكون فيه الرجوع إلى الله، ثم ترك المعاصي، ثم الندم كما فصلها بك الشيدلي، الندم على ما فعل، ثم العزيمة على عدم الرجوع إليها. العزيمة على عدم الرجوع إليها. ما يقولش أنا مثلا لو 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 سقطت ركن من أركان هذه الأربعة، قول أنا مثلا الحاجة هذيك ما نحبهاش خاطرها يعني مضرة بالصحة، فهذا ليس التوبة. يجي واحد يقول الخمر أنا ما نشربوش، ما عادش نشربو، هو عمل فيه وعمل فيه كذا وعمل فيه كذا، أنا ما عادش نشربو على خاطره معناه مضر بالصحة، فهذه ليست التوبة. كذلك إذا كان يقول العزيمة هذه على عدم الرجوع، يقول زعما نشد روحي أنا هيا تو نتوب ونشوف روحي كأني مزايدة، هذه ليست التوبة. لازم يكون فما معنى العزيمة الكاملة. هذه التوبة أو هذا الشرط الأول أو هذا القسم الأول من حقوق الله في التوبة. القسم الثاني حقوق الناس، إذا كان قصاصا بين الإنسان وإنسان، إذا كان قصاصا يعني يمكن أن يجبر بالدية. إذا كان قصاص يجبر بالدية، إنسان اعتدى على شخص في جسمه مش عارف يعني قص له صبعه ضربه ولا عور له عينه ولا مش عارف ايش عمل له، يقول له اجي لهنا خلنا نعور لك عينك، لا هنا يجبر بالدية وعندنا حلول في ديننا والحمد لله. بهذا يعني اعتداء على حقوق الناس. الثاني اذا كان مالا وجوبا ان تستسمحه وترد ماله، ترجع له فلوسه اكيد، هذا ما فماش يقولش انا تو نصدقهم عليه ولا تقدر شنو تتصرف، لا ما عندكش حق في التصرف، هذاك حقه تعيد له ماله كما هو. قال ما نعرفش قداش انا شنخذيت وكنت نخدم عنده مثلا صانع وما نعرفش على روحي كل مره شنهز كل قدر ورجع له، لازم تقدر ما فماش، وما يكونش يعني الكفة معك انت ولا معه هو، توازن في الوسط، توازن ورجع له حقه. معنى سيدي ذا سمعني يلزمك تمشي تطلب من عنده السماح اولا، وثانيا ترجع له الحق العيني اللي هو المادي. هو اي بك نقول لك انا نحشم سيدي ذا، والله انا نحشم باش نمشي له فلان الفلان، لا في الهنا فماش نحشم، هنا فماش نحشم. في المال يلزمك ترجع تستسمح وتقول هذه راني قاع كذا وقاع كذا، سامحني هذه حقك أخويا وإن شاء الله ربي يعني يغفر لي ويغفر لك. لكن عنا نحن شرط لهنا في ديننا، إذا إنسان جاك واستسمحك طلب منك السماح، قال لك راني راه عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وراني وقع مني كذا، يندرى تقبل عذر ولا ما تقبلش جرعا وجوبا أنك تقبل عذر. بالضبط، قال لك قالك سامحني وجوبا أنك تقبل منه وعذره. فحديث في المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا كان شخص طلب منه، في معنى الحديث طلب من شخص آخر السماح والثاني ما سمحوش، قال لا يرد حوضي يوم القيامة. شوف الفضل، يحرم من أن يرد حوض رسول الله هذا اللي قلبه أسود ما حبش يسامحه. لكن الآخر قال أنا ما حبش يسامحني، لكن أنا الفلوس شنو واش نعمل بها، نزل روح بها؟ لا يا سيدي تخليها له الفلوس، سامحه ولا ما سامحش تخليها له وتروح على روحك.
حب هو يتلفها، حب هو يستثمرها، حب هو يأخذ هذيك حاجة، أما أنت يلزم تخرج منها الفلوس هذيك. الأخير هو أن من أقسام التوبة يقول من حقوق الناس هو إذا كان عرضا، إذا كان إنسان مثلا اعتديت على اعتدى إنسان على عرضه، على عرض إنسان آخر كلمة أو ربما في فعل أو فيك، أه هنا إذا خشي، إذا تعرف أنت مش تحكي له وتقول له راه وقع مني كذا، وقع من عليك أنت غتبتك أو مش عارف شنو عملت في، في كذا في عرضك يعني كذا، إذا أنت متأكد أن الكلام هذا اللي مش تقوله له مش يدمر العلاقة بينك وبينه ومش يكون سبب يعني في القطيعة فهذا لا تقوله، وإنما شنو يكون كيفاش يكون إصلاح، يكون فيه أن تذكره بخير وإن كان يعني تطلب السماح منكم، قلت ما تنجمش تدعو له، تدعو له تكثر الدعاء والاستغفار له وتذكره بين الناس بخير، تذكره بين الناس بخير، وخاصة هذه تكون أكثر في الغيبة، في الغيبة إذا إنسان اغتاب إنسان قل أنا ماني اغتبت هنا كنا الله يا ربي نعمل مش نعمل مش نعمل مش مش قلوا راني اغتبتك وراني كذا، لا تذكره بخير في مجلس آخر، وتكون هذيك هي عدم الغفلة، أنك أنت مش غافل، ما غفلتش على أنك اغتبته، أنت اغتبته صحيح لكن لا تكون غافلا عن الغيبة عليه. فهذا يعني أقسام. أما النقطة الثانية هي هل تصح التوبة من العاجز عن المعصية؟ إنسان مثلا كان في زنا، في حال زنا أقولها يعني بوضوح من أكبر الذنوب والمعاصي، أيه كبر وما عادش يعني عنده قدرة على الزنا، يقول لك هاو أنا توا ما عادش مش نزنا، ما هو غير قادر على الزنا انتهى. أي نفس الشيء قال لك الرسول يشرب الخمر في, في, في الخمر كيف كيف، وفي السرقة كيف كيف، أي غير قادر على شرب الخمر على اعتبار اللي هو يعني سيقتله الخمر إن شربه هو مثلا، أه هانو ما عاش مش يشرب الخمر، يندرى لهنا تقبل توبته أو لا تقبل. نعم تقبل توبته، حتى كان إنسان مثلا حكم عليه بالإعدام، فرضا إنسان حكم عليه بالإعدام أه، وهو عمل مصائب كبيرة حكم عليه بالإعدام، ثم قبل الإعدام تاب إلى الله، هو أصلا هك العقوبة هذيك اللي سلطت عليه هي يعني تطهره من الذنب، ستطهره يعني كما نعرف نحن الحدود، السارق لما تقطع يده في الحدود بطبيعة الحال يتطهر من الذنب لأنها نتعاقب يعني لكن عليه التوبة الباطلة في قلبه، ولهذا يعني هذيك التوبة العاجز عن التوبة لم العاجز عن التوبة هو يعني مش بإرادته تاب، وإنما تاب لأنه غير قادر على السرقة، تاب لأنه غير قادر على الزنا، فتقبل من رحمة الله سبحانه وتعالى توبته. هذه من باب التشجيع سريضا على التوبة، كل إنسان من باب التشجيع على التوبة. مازال نقطة تفضل 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 سي خليفة انتو مكمل انا النقطة فيما بعد سمحني. الكلام هذي اللي ذكرته الشيخ خليفة لابد ان يتطلب توضيحا لدى المستمعين اخوة، احنا عندنا حديث، حديث صحيح يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، لم يقل فانتهوا ما استطعتم. احنا التوضيح كيف يمكن أن يكون العبد عاجزا عن ترك المعصية، هل يجوز هذا؟ هو عاجز عن ترك المعصية كيف يزنى، كيف يقول أنا لا أستطيع أن أترك هذا العمل وهي معصية؟ لا هو كيف؟ غير قادر على الزنا سخيف، الفكرة هي هو غير قادر على الزنا انتهى، إنسان مثلا وصل إلى مرحلة غير قادر على، نقولها بوضوح غير قادر على الاتصال الجنسي، سارق قطعت يده يداه ما عادش نجم يسرق باش مش يسرق فمه، فهذا تقبل توبته أو لا تقبل توبته، هذا بطبيعة الحال في قلبه من داخل هو غير قادر على السرقة لكن إن تاب تقبل توبته، مع أنه غير قادر على التوبة على التوبة أو على المعصية، غير قادر على المعصية إذا تاب إلى الله، إذا تاب تتوب الله عليه. فما ناس يوصلوا في درجة، نقول أنا رجال مثلا أو حتى نساء، يصاب بمرض جنسي، يصاب بمرض جنسي غير قادر على الاتصال الجنسي انتهى، كان في زنا
كان في الزنا قبل، لما أصيب بمرض جنسي يندرى هنا لما يقول أنا ما عادش أنا تبت ولن أزنى، هو أصل غير قادر على الزنا، لكن تقبل توبته هذا؟ نعم تقبل توبته لصلاح قلبه وعقله، حتى ربي سبحانه وتعالى يحقق له المعنى ذلك حتى وهو غير قادر. نعم بارك الله فيك. معناه لو أصبح قادرا فيما بعد لن يعود إلى الزنا، هو ذا هذا الأصل، هذا الأصل. نعم. حقيته هو نعم. يعتقد نعم. يقول أنا يا ربي لو كان كما قلت أنت سخيف وبارك الله فيك توضيح ذي، لو أنه عادت له صحته وعادت له سلامته وبراء مما أصابه من أمراض، هو عنده العزيمة وعنده الندم وعنده الشروط متاع التوبة، وحتى هو غير قادر على المعصية. نحب نزيد نسي للشيخ رضا سمحني، لأنك أثرت حقيقة أمر هام جدا للمستمعين. نعم. الذنوب المتعلقة هذه اللي كنت تذكر فيها من زنا أو من عرض، خاصة فيما يتعلق بالعظم، فهذه لها توبة. نعم. ولكن هناك من الذنوب هذه لا يمكن أن يبيح بها إلى من اعتدى عليه فيها، فهذه لابد أن يسكت ويستر ولا يقول للشخص الذي اعتدى على عرضه أنا أفعل ذلك، مال أو غير ذلك يذهب إليه ويقول له أنا أخذت مالا أو كذا وكذا وكذا. هو توا سي شادي حبي يدخل في نقطة العرض. شنو تحب تقول سي شادي؟ القصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابي، وقت كان سيدنا عمر أمير المؤمنين، هنا نحب نوضح النقطة هذه حتى لا يلتبس الأمر. جاء صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عمر يستشيره في مسألة، قالوا إن ابنتي وقعت في حد من حدود الله ثم تابت وتاب الله عليها حتى أنها أقدمت على محاولة الانتحار، ثم تابت توبة النصوحة اللي كنا نحكي فيها، ثم هي الآن هناك من يخطبها، اي ان اللي جاي يخطب فيها زعما انا تنقل له على المعصيه الفلانيه اللي كانت والا لا. سيدنا عمر داوى البو هذا، قال والله لو اخبرته لضربتك بهذه العصا، زوجها او انكحها نكاحها المؤمنات العفيفات ستر الله عليها فلا تفضح. شوف ما بنها الشرط اللي حاطه سيدنا عمر قديش كان فقيه في المسألة هذه، لأنه استنار بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة تابت، تاب الله عليها وحسن التوبة، وبوها لهنا جاي يستشير في سيدنا عمر، ما حبش سيدنا عمر أنه يفضحها لأن المسألة بينها وبين الله، لأنها تابت وهي تابت قال وقد تابت، وبوها قال اللي هي توبة توبة نصوحة. نعم. فتخلف. نحرص حرص شديد على عدم الوقوع في المعصية، أكيد من أبنائنا من بناتنا من كذا، متابعة وحرص متابعة وحرص. إيه لكن ما قلنا من الأول يعني في الحصة أن الإنسان بطبعه يخطئ، أكيد ينزلق، هذا اللي يخطئ وينزلق يعني نحن نرميه بكل 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 خطأ هذاك ونلصق فيه وما عادش يخرج منه، ما هو عاد بالطبيعة يعني مسكين يعني مش بتشجعوا لهنا أنت على العودة. لو خرج منه لو تخلص منه يكون بطبيعة الحال إنسان نافع في المجتمع متاعه، وما يعيش يعني في حالة من العقد النفسية اللي هي ديما يرى روحه اللي هو معناها مذنب واللي ربي سبحانه زعم يسامحه بضعف إيمانه، ما يفهمش هو مازال مراهق ما يفهمش، فلما يقول أنا معناها وقع مني كذا وقع مني كذا زعم ربي أنا يغفر لي، زعم يا ربي يغفر لي، والنقطة هذه متاع أنا ربي زعم ربي يغفر لي اللي هي معناها فيها شيء من عدم الثقة في الله سبحانه وتعالى، هي أصلا ذنب، هي أصلا اللي ما عندوش ثقة بالله بأنه يغفر الله أن الله يغفر الذنوب جميعا أصلا هذا ذنب، على اعتبار لابد أن الإنسان يكون عنده ثقة أن الله سبحانه وتعالى القاعدة اللي قلناها عدة مرات لا تضره المعصية، وأنه يفرح راه ربي يفرح بتوبتك راه يفرح. والحديث خذيناه كان الإنسان هذاك اللي ضاعت له الناقة متاعه وبعد تلقاها من شدة الفرح ما عارش ايش يقول، يقول أنا ربك وأنت عبدي، فالله سبحانه وتعالى يعني يفرح بتوبة عبده. علاش؟ لأن أساس الوجود هذايا أننا نخطئ، والحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تخطئوا لذهب الله بكم ولا جاء بأقوام يخطئون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يلزم يكون، أما نقولش يلزم معناها وجوبا يلزم يكون، لكن سيكون من الإنسان أي إن كان لابد أن يكون من الخطأ. يقول قائل مثلا وقت اللي يجي إنسان مثلا في صلاح وفي استقامة وفي كذا، يقول زعم هذاك يعني يقع منه خطأ، هذاك إنسان يقع منه خطأ، نقول نعم. شنو الخطأ متاع الصالحين؟ هو تقصير. أنا أعطيناها أنواع المعاصي، تكون معصية معناها بالمعصية يعني الظاهرة بالذنب، أو تكون بالغفلة أو بالتقصير. فهذه ثلاثة أنواع، قد يكون بالتقصير. فهذا الإنسان معناها اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح في أحد الصحابة فقال له لا تكن مثل عبد الله، عبد الله بن عمر، كان يقوم الليل. فهذا بطبيعة الحال يعني حب من الصحابي هذا ظهر لي هو ابن مسعود وإلا ابن عباس، قال له وهو في الغالب عبد الله بن عباس، قال له لا تكن مثل عبد الله بن عمر كان يقوم الليل. ف يعني كما قلنا نحن بطل القيام الليل أو يعني انصرف عن قيام الليل. هو تربية للاثنين، أنت ما تنساش قيام الليل، وكي توصل الحديث والكلام لعبد الله بن عمر يعود إلى قيام الليل. فهذا يعني قيام الليل يعني ما هوش معصية، أو عدم قيام الليل ما هوش معصية، لكنه تقصير، وعلي يحاول بما يستطيع أن يقوم الليل. ونحن في يعني أعلى موسم للطاعات، يعني قيام الليل في رمضان اللي معناه ربما كأيام نقوله نحن عدة مرات وعلاش معناه. وقد يجي بعض الناس يقول آه شوفوا القهوة مليانة والمساجد معناها هكا في ساعة بتفرغ والعباد تصلي 4 و8 ركعات وتجري تخرج للقهوة. ما يلزمناش نخطئ بعضنا، وما يلزمناش معناها نبحث عن عورات بعضنا ونقول شوفوا هذاك هانو خرج يجري ومشى للمقهى. مالكم ماله؟ ادعي له انت، لا تعين الشيطان. ما نقولش انا شيطان، هو معناها في الله اعلم ظروفه، يعني في عمل في حب يروح على نفسه الى غير ذلك. لكن المطلوب نحن هنا نذكر بعضنا برفق، نذكر بعضنا برفق. تحب انت مثلا اخوك ولا صاحبك ولا قريبك والا اللي هو تحب معناها تحبب له الطاعه، ادعوه برفق. النصيحه راهي تكون نصيحه بقواعدها وباسلوبها وبمنهجها تنفع باذن الله. تفضل سخيف. بارك الله فيك سي رضا. الشيخ رضا انت اثرت نقطه هامه جدا في اثناء التدخل لدي متاعك، قلت هو من الافضل انه الانسان ما يوصلش للذنب، يقي نفسه ويكون في استقامة، لكن قد يخطئ. وممكن ينطبق ذلك القول الذي يقولوه الناس وغيرها ديما يرددوه، الوقاية خير من العلاج، لأن التوبة هي علاج، وعدم الوقوع في التوبة واجتنابها وعدم الوقوع في الخطأ وغيره واجتناب الأخطاء والمعاصي هو الوقاية. ف احنا نعرف يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، يعني يتذكر حتى لا يقدم اثناء قيامه او نفسه تدعوه الى ذلك فلا يخطئ او لا ياتي الذنب. هذا معنى التوبة أو أقسام التوبة كما ذكرت، والإنسان دائما وأبدا يعود إلى الله تعالى. لكن في الحديث قلنا نحن كل إنسان خطأ، لأن الإنسان يكفي لو لم يخطئ، لم يظلم أحدا ولم كذا وكذا، فهو دائما مقصر في أعماله. في إنسان لا يؤدي، نحن من منا يؤدي حق الله تعالى؟ نبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الشاذلي بكري ذكر الشيخ الشاذلي وقال حين الحديث اللي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والله لإني أستغفر الله في اليوم، والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، الحديث أخرجه البخاري. نعم، حتى أنه حين سئل عن ذلك قال ألا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم. ونحن فيما أنعم الله تعالى به علينا من هذه حتى العبادة، والصيام نعمة، شهر رمضان نعمة لنا،
فنشكر الله تعالى ونحمده أن خصنا بهذا، رب اعتنى بنا حين أمرنا بالصلاة، حين أمرنا بصيام شهر رمضان، حين أمرنا ما أمرنا ونهانا ما نهانا. فهذا من عناية الله سبحانه وتعالى بعباده، فتستحق الشكر. شيخ طيب بارك الله فيك. عندك يا شيخ اللي تحب؟ انا عندي البعض الخيان اللي سنا اول مره يبداوا يصوم نثبتوهم اي من الشباب واللي سنا بدا يصوم واحنا في اوائل شهر رمضان. عندنا وخيان اخرين ربما هما مفطرين، ندعو لهم بالتوبه والاستغفار ما دمنا في شهر رمضان، وإن شاء الله ربي يتوب على الجميع دون استثناء وربي يثبتهم. أمين يا رب العالمين، وثبتنا جميعا. ما يقنطش الإنسان. نحب نعطي بعض الأمور التي تعينك على التوبة يا أخي المصطفى. شنو اللي يساعدك؟ شنو اللي بأمور بسيطة شنو اللي يسهل لك أنك التوب؟ ممكن الواحد فينا يقول والله ذنوبي كثيرة، والله راني أنا بيني وبين ربي مسائل عظيمة ونخاف ربي ما يتوبش علي. هنا باب من أبواب الشيطان يدخلك باش يبطئك ويثبط العزيمة متاعك باش ما ترجعش. راو ربي يفرح بتوبتك ويقول لك ربي تعالى حتى أستقبل توبتك بسرعة. نعطيها في شكل برقي الأمور التي تعين على التوبة: الإخلاص في التوبة، الاجتهاد في الأكثار من الأعمال الخير والبر، ثم الابتعاد عن المكان المعصي اللي كان فيه الإنسان يداوم على تلاوة القرآن وذكر ربه سبحانه وتعالى، وأن يستشعر دائما ضعفه أمام رب العزة جل وعلا. بل ما نختم سي خليفة بعد تسمح في نصف دقيقة مسألة يعني فقهية شوية وزمة ربما يعني نثيرها، هي إذا تاب إنسان من ذنب وكان مصر على ذنب آخر. هو مثلا نعطي مثال، إنسان تاب من الخمر، قال أنا لن أعود في رمضان وغير رمضان لن أعود إلى الخمر أبدا انتهى، ولكن هو مازال في الربا، مازال يمشي يأخذ في القروض ومازال في كذا، إن درى تقبل توبته هذايا وألا لا؟ علماء ورأي الجمهور أن هذا تقبل توبته فيما تابع فيه حتى تجيه الثانية هذيك ويتوب منها، سواء يكون في ربا او يكون يعني في مش عارف يعني يعني نظره يعني اللي هي محرمه يعني الى غير ذلك الى غير ذلك. اخر عندك حاجه اخرى سخليفه؟ الوقت يشير الوقت. نعم نعم تفضل سخليفه. العفو في هو الموضوع طويل، هو اللي ذكرته هذايا ماذا بينا لو كان نعرج له حتى في الحصه القادمه. صحيح امر نقطه هامه جدا. اتينا على نهايه هذه الحلقه، نسأل الله تعالى أن يتقبل الله منا ومنكم جميعا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك وبارك لنا فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وطهرنا من جميع الذنوب والآثام. أمين. وأدخلنا الجنة بسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمين.